هلا هلا بيكم منحييكم أني وكل جروب جينا تنسليكم. عندنا فكرة اليوم وبكرة ما هي فزلك فيها عبرة رح ترضيكم. جمعت جروبي مع ضيوفي طرحنا الفكرة وقالوا صور صارت حلقة وبعفوية كوميدية أخرجنا بمشلشل فجلك عربية. راكان لميس وفادي نجاح سوسنجيني عبير صباح وسالم حنان وفضل ومازن جمال وجرجس وأحمد ياسين أندري ومحمد إبلين وهالة ورولة ومايا والباقي. هلا هلا بيكم من حييكم أنا وكل جروب جينا تنسليكم. حبيتونا حبيناكم جروب الكل شي ماشي معكم راح يلقاكم. او جردوي انتو مورو فزلك عربية هذا ما هو زورو. ابدا يومك اخر نومك كل حلقات تحضرها معنا تنسى همومك. احكي وشكي بس لا تبكي خلي الضحكة تبين جوا لون عيونك. انتم هالي وناسي وانا ارفع فيكم راسي الله يديم المحبة والبسمة شيء اساسي. خلي الفرح يجمعنا والضحكة حلوة معنا فزلك عربية مسلسل من اخراجي. هلا هلا بيكم من حييكم اني وكل جروبي جينا تنسليكم. لك شوفي شوفي قالوني بالبيت عاوزيني. خير هذا اخوك اسمه جلطة وجلطة قوية كمان وقال لتر هي اخر ايامه. عمى شو هالحكي؟ اي والله صح. ايه انجلي جلطتي انا جلطته. خلص ايه صح بزلطه بلعد قولي بالك. خلص وقال دكتور كمان ما في فايدة ان اعطوه بالمستشفى اخذوه على بيته خليه يعيش اهلا كم يوم مع مرته واهله. حول ولا قوة الا بالله. جوا هو ما جوا فوت لعنده. آه شو هالحكي لو؟ جلس لي حالك والله ما حلو منظرك هيك. أهلين أخي لك شو جلس لي حالك؟ خلاص برك الجمال يا أخي برك الجمال. لا بعيد الشر عنك لساتك شب ولو؟ لك أنا مشب لك يا أخي صرنا ختائر خلاص. لا لا خلاص. لا الله يرضى عليك شد لي حالك. يا أخي أنا بعرف حالي مرضي صعب ومستحيل. بعيد الشر عنك يا حبيبي بعيد الشر. خلي لي ياك يا أخي أنا طلبتك لأني ما بثق إلا فيك. خير أخي بدي أطلب منك طلب. أمرني. أخي بعد موتي بتاخذ موبايلي وبتفرمته 3 مرات وبتكسره وبتكبه لأنه في قابل إذا وقع بإيد مرتي تلغي العزاء. تفضل تفضل دكتور. اه انت سلامتك سلامتك. طمني دكتور فيني شيء انا؟ طول بالك طول بالك طول بالي. مرضان انا مرضان. شيل لك لا هيك كثير. بدنا ناخذه على المشفى فورا. ليش؟ بده تغيير قلب وفك راس عنده فاريه مسكره بشرايات القلب. شو بدنا نغير له قلب جديد؟ هذه شغلتي مو شغلتك يا استاذ. ايه دكتور؟ ايه انه بين شغله سهله، نقي لي قلب فحل يكون هيك كبير، رجل اياه مثل الحصان. لا طردي الحصان اصيل، يا الله يلا خذوا لي بسرعه يلا. وين اخذيني؟ قوم 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 تغير لي قلب. تعال ليه؟ على مهلك. تعال معي. تعال على مهلك. آه
تهتي؟ لك شو بجده ليش هيك عم يعمل حركات بعد ما رجع من العملية؟ ايش بيعرفني؟ قل له هالدكتور اسألنا يا شو صاير فيه للزلمة؟ والله انت قلتي. الو مرحبا دكتور، بس بدي اسألك سؤال. لك جده بعد ما رجع من العملية لك عم يعمل حركات ما بنعرف شو هي. شو؟ شو في؟ عم يقول لي الدكتور انه دور له على قلب قام ما لقى، قام ركب له قلب حصان. قلب حصان؟ ولي يا حصان ولي على قلب. بدي روح على الحمام بعد اذنكم. خذوا تيتي خذوا. على روح على شوها؟ مين عاد يسجن؟ كل المخابرات ما عاد يسجن؟ هلا بدي اعرف مين هي. هذا تليفوني؟ يعني انا تسجن؟ بدي لي هالشي هذا من عمي ابو حدو. ابو حدو ابو حدو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله حولك شبك. تركيني تركيني، مزازي مو ظابط. سلامة قلبك، شو مزازك معكره؟ خلص بعدين بحكي لك حبيبي. قل لي هلا مشان ما اعصيك. يعني لك ما رح تعرفي تفيديني بشي؟ شو بدك تعصيني؟ ما راح اعرف فيك شي. ليش بقى هات قلي وانا بفيدك. الدجاجات ما عاد عم يبيضوا، فيديني لشوف. ليش هديك الجماعه كانوا 100 دجاجه وديك واحد عم يبيض 30 بيضه، شو صار هلا؟ ما بعرف، من وقت ما جبنا هذا الديك الفرنسي ما عاد باضوا. انت الحق عليك، رايح جاي بديك احلى من الدجاجات. تفضل. أول ما بتصل على الشركة بتخبر العمال يحموا طلبية حمص. إيه، ولما بيحموها فورا بتتصل بأبو زياد مشان يستقبلها هنيك. بابا عجل كرمال الله، لك تأخرت على الجامعة، لك بدي أحكي بس مكالمة مع رفيقتي نانا قبل ما تطلع من البيت مشان ما تنسالي حلقة البحث. لك يا بنتي دقيقتين وخلص. إيه بابا، قبل ربع ساعة عم تقلي دقيقتين. شو عم بلعب يا بابا؟ هذا شغلي شغلي، بدي أشتغل أنا، مضطر إني أحكي. أبو سمير خف أنت التاني بقى، البنت رح تتأخر على جامعتها. طولوا بالكم علينا يا جماعة، بدنا رح نحكي مع الزلمة. شو بكون؟ إيه 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 أبو كريم، خلي لي إياك تحكي لي مع المحاسب يعمل جرد لكامل الحسابات. إيه متأكد عليه اليوم، صار له أسبوعين ثلاثة عم يعودنا اليوم وبكرة اليوم بكرة. إيه تأخرنا الله يرضى عليك. شو مطول أبو كعبير؟ وليش عم تسأل أنت التاني؟ ليش عم اسال؟ يعني بدي احكي مكالمه ضروريه على الموبايل. ايه لا حبيبي ما حذرت، انت بتحكي بعدي لانه انا صار لي ساعه ناطره. لك يا عبير مشان الله، انت مكالماتك مسلسلات تركيه وبحياتها ما بتخلص. انا بدي احكي كلمتين وسكت. لك يخرب بيتك ما اسالك، انا مكالماتي مسلسلات تركيه. ايه ابو كريم خلي لي اياك. ليك يا عبوره، انا عم امزح معك كامل الحسابات. بس من بعد اذنك بدي احكي مكالمه صغيره مع المدير عندنا بالشركه، خبره على البضاعه اللي جايتنا، بس كلمتين وبسكر. هي علينا وعلى البضاعة اللي ما كانت تخلص بقى، بعدين انت كل يوم بدك تعمل لي نفس القصة وبدك تحكي بالأول. بابا عجلك شوي، ما رح تخلوني أعرف أحكي بتعلموا الناس. على قولة أختي عبير صار لك نص ساعة عم تحكي.
يا أبو سمير، طالما مكالمتك هالقد طويلة كنت احكي على الأرضي وبلا ما تعطل أولادك عن أشغالهم. مدير مكتبي بالسيارة وبدي فهمه شو يسوي بالشركة قبل ما يوصل على الشركة. طيب خفة لك عن خفة، كل يوم عندنا هالسرعة. ولك دقيقة وبخلص، خلصنا بقى. ايه أبو كريم، شو كنا عم نحكي؟ أيوة، شو مطول بابا يا شباب؟ خير ان شاء الله. ليش؟ ولا شك هبيته بوشي مثل طنجره الضغط. شو حكينا؟ ايه ابو كريم خليني. او شو بدك من بابا دخيلك؟ يعني شو بدي منه؟ بدي احكي عن الموبايل. شيء حلو والله. حبيبي جايين من البريه، بدك تاخذ الاوليه، بدك تحكي عن الموبايل، تستنى على الدور لانه انا واختك عبيره جينا قبلك. انا شغلتي كلها نص دقيقه لما بحمل. ولا حتى نستاني يا حبيبي، انا اجيت بالاول. ايه ما تروحوا تحكوا على الارضي ولا هلا صار ارضي كخه؟ لا ما له كخه، بس الزلمه حبيبي اللي بدي احكي معه بيكون لسه ما وصل على المكتب، عشان هيك مضطر احكي عن الموبايل. ايه وبعدين انا صار لي ساعة عم حاول دق لرفيقتي على الارضي، مشغول مشغول عم يعطيني. شكلهم هدول اخواتها دبقانين من الانترنت. طب ولدكم قديش بده وقت؟ والله شوفت عيني. بابا بابا يخلي لي اياك عجل شوي، يعني والله بدي احكي ضروري. يا ابو سمير خلصنا من هالمكالمة بقى، اولادك بدهم يفطروا ويروحوا على اشغالهم وجامعتهم. اللهم طولك يا روح، لك تركوني اعرف كمل حديثي مع الزلمة بقى. ايه ابو كريم خلي لي اياك لبين ما اوصل على الشركة. هيك منيح؟ طيب لبين ما اوصل على الشركة بتجهز لي فواتير الضرائب لانه استحق الدفع علينا، واذا تاخرنا بزيدوا المبلغ. ماشي؟ طيب طيب طيب. ايه مع السلامة مع السلامة. الله يوفقك. بس كلمتين بس كلمتين، وين طاحت شو انت؟ انت اكيد اخر واحد عبير، مشان الله بس كلمة واحدة. لا انا اجيت بالاول. طيب ليش حطيتها فشوها؟ كان كل واقفين على فرن. لازم تطهر، مظبوط يا ابني؟ هلا دقت عينك على هالكلمتين انسي عبير؟ ايه انا اجيت اول وحده. يا روح بابا، معناتها دور اختكم. خلوها تحكي وبلا فوضى يا فوضوية. خذي زاويتك يا ابني، خذي زاويتك. شرفي احكي. الو، مرحبا نانا، انا عبير. الو. عبد الله على السلامة حبيبي، واخيرا خلصت تليفونه. الو. ايش خليتيني اعرف احكي مثل عالم والناس انت ولادك؟ اخ يا ربي دخيلك، امتى هيك بتفرج علينا بشي نقطة تانية فيها تغطية بهالبيت لحتى اخلص من هالسرعة كلهم الصبح والمساء؟ ايه الله يسمع منك، الله يسمع منك. بس معقولة هالقصة؟ معقول بكل البيت ما في غير هالزاوية هي فيها تغطية؟ الظاهر انه هي الزاوية مباركة يا امس. شو هالحكي هاد انت التاني؟ بتعرفي انه في ناس ما بتجي التغطية عندهم الا بالحمامات؟ ليه على الأرق؟ وفي ناس ما في عندهم تغطية بنوب يا ام سمير، بيطلوا يهاجروا من قرنة لقرنة لحتى يلاقوا حيز في تغطية. الله يجيرنا من الأعظم. فلازم يا ام سمير نحمد ربنا ليل نهار على هالزاوية هي، والله يرضى عليكي، بتجيبي شبة وخرزة زرقاء بتعليهم هون لحتى ما تروحوا التغطية. إيه الحمد لله، كتر خيرك يا ربي على هالنعمة. إيه لك هاد، ألف الحمد لله على الشغلة، ألف الحمد لله يا ربي. دخلك ومطولة حيوانة الشبكة يعني؟ والله الله العليم، وإيه رح تضل عم تناطح فينا هالشبكة ما بعرف. يلا جاي بسرعة. ولك أمي طالما لسا دوركم ما إجا بالحكي، تعالوا كلكم لإمتين. لأحكي مكالمتي بيجي بفطر معه. أمي ما فيني نفس آكل لحتى أحكي مع رفيقي. وبركي طولت أختكم باللعي. شو بابا لقطي الشبكة؟ شافك ما عم تحكي، معناتها ما لقطيها. بابا بدك تتمايلي يمين يسار يسار يمين، لو ممكن خطوة لورا خطوة لقدام، بدك تتمايلي بابا لحتى طرت الشبكة. ايه ليكني بابا عم اتمايل شكل ظهري. لا بابا شو مفكرة حالك؟ بدك تحكي هيك مكالمتك بدون ما تهزي وتتمايلي يمين ويسار يسار ويمين؟ بدك تهزي بابا يمين يسار لقدام لورا، ايوه هيك. ماما اتعلمي من ابوكي منيح الرقوصة، هو بيلقطها كتير منيح للشبكة. ان شاء الله. الف مبروك يا بنتي، الف مبروك، ولا بسطت لك من جوات قلبي. شوفي يا بنتي خدي حكمة من ابوكي، اذا بتركض رد الوحوش غير شبكتك ما رح تحوش بي شبكتك اللي الله وهبك اياها. الو. ايه نانا، ليك اسمعيني منيح قبل ما تروح التغطية. لك يا الله الصوت عم بيقطش، لك واقفة برني فيها تغطية. ليكي بتحددوا مكان فيه تغطية مثل ما نحن عاملين بالصالون تماما، يعني بتحددوا هذا المكان بطنجرة بأي شيء بأي شيء بعلامة وبتحطوا مكالمتين بنفس الهدف. ثبتي مكانك هيك كتير سامعتك تماما. ايه ليكي حبيبتي ما تنسي بكرة تجيبيلي معك حلقة البحث. ايه ناطرتك. يلا لك حاجة قر حاجة، مو على أساس كلمتين فتحت لي موشح مع المخلوقة. انقطع الخط.
يا فرحة قلبي الحمد لله، بعدي هيك صار دوري. شرف خفة أنت الثاني، مو تعمل لي إياها باب الحارة؟ بابا؟ نعم. يعني وبعدين مع الشبكة طيب؟ يعني يا يزبطوها يا يلغوها بفرد مرة. بابا رح يزبطوها، بس بتعرفي إمتى؟ على المونديال. على المونديال؟ يعني بدنا نستنى لل 2018؟ والله هيك، هيك قدرنا يا بنتي، بدنا نستنى. يا بابا شو دخل الشبكة بالمونديال؟ لك شو بيعرفني يا بنتي؟ عم تسألني أسئلة كثير صعبة. شبكي لك أمي، أبوك عم يمزح معي. شوفي لك هاد صوت اخي جمال. لك هذا شو رايك حتى عم يصرخ مثل المجانين؟ هذا اكيد اكيد لقط حراميه. ولي ولي فادي لا ناس ربي. خلونا نتسلح نقتحم الغرفه. وين السكاكين؟ بابا على المدفع. عليهم يا ابني ان شاء الله يرضى عليكم. انا بعجبني حالي. لا لا انا 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 بدي اقول لك لحظه معك. يلا على موسى صبيح خلص حتى ما يحسها بنا. لك وين كن؟ لك لقطة لقطة وين كن؟ وينها؟ وين الحرامية سرقت لي ساعتي؟ وينها؟ لك أي حرامية سرقت لك ساعتك؟ لقط الشبكة أنا. ألو شفت الشبكة لوين وصلتها؟ لك شباب. لا ما في شيء. شلون ما في شيء؟ في بتمك حكي. ايه في. احكي لي لشوف. في شغله عم افكر فيها. وشغلت لك بالك؟ ايه شغلت لي بالي، وقلت بدي اسالك كونه عندك خبره بهالحياه. شو قصدك اني مقضي لمصدي؟ لا لا انا ما هيك قصدك. إيه لا معلش قولها. اللي بعيش كتير بيشوف كتير. وأكيد ماري على رأسك كتير. ايه أنا ماري على رأسي كتير. شايف هالدقن هاي؟ لك تحت كل شعرة في قصة. مشان هيك أنا مقضي لمصدي وراعل كتير ما بين للقليل. العمر الطويل. هات لشوف شو بدك تسألني. هلأ شو رأيك؟ الواحد يتجوز عن حب ولا يتجوز عن طريق أهله؟ والله إذا كنت عم تسأل على الأفضل فالأفضل عدم الزواج. إيوه يعني عدم الزواج أحسن من الزواج؟ أنا هيك عم بفهم منك. ها أنا حكيت اللي حكيته وإنت بتفهم يلي بتفهم. بس أنا سألتك سؤال وإنت رديت علي بجواب لسؤال تاني. والله إذا هذا اللي فهمته مشكلته. طيب معلش اسألك سؤال تاني. سؤال عم بيسأل ليش مين مانعه؟ شو الفرق الجوهري بين حب الرجل لابنه وحب الرجل لمرته؟ لك ليش عم تضحك؟ لانه حلو سؤالك. الله يحلي ايامك. بس انا بدي جواب. يا سيدي الفرق واحد، دائما بتشوف الزلمه بحب اولاده اكثر من اولاد غيره، اما بالنسبه لمرته بتلاقيه هاف بنفسه على نسوان غيره أكتر من مرته. ايه والله صحيح. هاي عجبتك ما هي؟ ايه حلوة بس بيني وبينك كل النسوان مثل بعضها. لا يا سيدي مو كل النسوان مثل بعضها. شلون هي؟ ما بسمع زلمي غير عم يشكي من مرته انها بتنق. ايه معناتها كل النسوان بتنق. ايوه اذا بدك تحدد بموضوع النق كل النسوان مثل بعضها. بس بهي القصة هلأ كل شي بهالدنيا لأقوله دواء إلا نق المرأة ما لأقوله دواء. انت شو قصتا؟ لوين بدك تصار؟ لكي أنا مرتي هلكتني نق نق نق. انت اتفقت أنا وياها إنه نساوي يوم نق ويوم بلا نق، ولما يجي اليوم اللي ما في نق تزلغت وتنبسط وتقول بكرة في نق وبكرة النق وبكرة النق. الله يكون بعونا. انت اخذ وحده نقاقه محترفه. ايه والله محترفه. طب انت كونك هيك مقضي لمصدي شو افضل دواء للنق؟ يا حط لها دفشه مصاري بايدها يا اما. يا اما شو؟ بخش لي طبله اذنك ترتاح.
كاسة شاي لأحلى أستاذ بالعالم. خير شو صاير معك أستاذ؟ لك بدك تقول لي شو مو هو خير شو صاير معك؟ شو مو هو خير شو صاير معك؟ شو مو هو خير شو صاير معك؟ مرحبا يا حلوة. أهلا حبيبتي، بدي أسألك، هون بيت أم مايا؟ إيه هون. خير؟ قالوا لنا إنه في عندكم بنات خردجول خردجول خردجول. أربعة ثلاثة اثنين. مثل ما بدك حبيبتي، رح نخصص غرفة خاصة لبيزو مشانينا مشانينا مشانينا. لا طيب هلا هو بس يصير بزن الزواج بزن الزواج بزن الزواج هو بس يصير بسن الجواز بسن الجواز بسن الجواز. هلا هلا بيكم، منحييكم أني وكل جروب جينا تنسليكم. عندنا فكرة اليوم وبكرة، ما هي فزلك فيها عبرة رح ترضيكم. جمعت جروبي مع ضيوفي، طرحنا الفكرة وقالوا صور، صارت حلقة وبعفوية كوميدية. أخرجنا مشلشل فجلك عربية، راكان لميس وفادي نجاح سوسن جيني عبير صباح وسالم حنان وفضل ومازن جمال وجرجس وأحمد ياسين أندري ومحمد إبلين وهالة ورولة ومايا والباقي. هلا هلا بيكم، حييكم أنا وكل جروب جينا تنسليكم. أيوة. رن رن الكاميرا رن. يو يا شباب، هلا لحق الركاب. يو يا شباب. حبيتونا حبيناكم، جروب الكل شي ماشي معكم رح يلقاكم. أو جودوي And tomorrow فزلك عربية، هذا ما هو زورو. ابدأ يومك أخر نومك، كل حلقات تحضرها معنا تنسى همومك. احكي وشكي بس لا تبكي، خلي الضحكة تبين جوا لون عيونك. انتم هلي وناسي وانا ارفع فيكم راسي، اويدي من المحبة والبسمة شيء اساسي. مسلسل من إخراجي. هلا هلا بيكم، من حييكم أنا وكل جروبي جينا تنسليكم.